بالتأكيد سيد صلاح الدين مزوار، تنظيم هذا الملتقى يعكس الصورة التي يحظى بها المغرب في النسيج الاقتصادي العالمي. بالطبع عندما ننظر إلى ما قام به المغرب في 15 سنة والتحولات الكبرى الإيجابية التي عرفها الاقتصاد المغربي، دينامية الاستثمار في بلادنا، دور القطاع الحر اليوم، دور الدولة في مواكبة القطاع الحر، دعم الدولة في دعم كل يعني ما من شأنه أن يساهم في خلق المبادرات، ونحن في حاجة إلى مبادرات، لأن بلدنا بلد شاب وبلد شباب، ومن منطلق موقعنا هذا ومن منطلق قناعاتنا ومن منطلق ثقافتنا هي لثقافة العصر في استعمال التكنولوجيا لخدمة تطور المجتمع، لخدمة التضامن بين الشعوب، لخدمة السلم، لخدمة التقدم. هذه خيارات أساسية، وأعتقد بأن كل هذه الخيارات تترجم اليوم عبر هذا الملتقى العالمي. إذن المغرب سيتان كارفور، والمغرب اليوم هو أرضية منفتحة على العالم، تنظر إلى العالم والعالم ينظر إليها، وهذا يعني ما نعيشه اليوم هو يعني متميز. انخراط الولايات المتحدة واختيار الولايات المتحدة للمغرب ليس اعتباطي، ومرتبط باعتراف وإيمان بأن الدينامية التي يعيشها المغرب تحت قيادة جلالة الملك بفعل قناعاته بفعل نظرته إلى المستقبل هي دينامية يجب الاعتراف بها، وأحسن طريقة للاعتراف هو عقد مؤتمر من هذا الحجم الذي يحمل اسم أوباما، وأوباما نعرف بأنه عبر مقاربته يعمل في اتجاه استعمال هذا يعني التقدم والتطور التكنولوجي والابتكار في خدمة الشعوب. إذن هناك ملتقى أو التقاء ما بين قناعة أوباما وقناعة جلالة الملك في نظرتهم إلى العالم، في نظرتهم إلى مشاكل العالم، وفي نظرتهم إلى أسس تطور المجتمعات واستقرار المجتمعات والسلم وبناء السلم على مستوى العالم. سيد صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.